السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. الدريات خبطوا اللايكات فضلا وليس امرا، وندخلوا في الموضوع. واحد المره كانت قالت نزهه، عفوا كنزه، واللي سماتها المشغله عدو الله بالتلسميه، وسماتها سماتها نزهه، كنزه سماتها نزهه فقط لان اسم المشغله حتى هو نزهه. المهم دخلوا في الموضوع. كانت قالت واحد المره كنزه واللي هي المساعده، كانت قالت ان كاينين كاميرات في الدار، يعني في الدار الداخل كاينين كاميرات. واختي مولات الدار، ولا هضرتك معقوله وهضرتك بالصح، حطي الدلائل. ورينا شنو هو مسجلين الكاميرات. المشغله مخرجه المحامي ديالها، ومالك تيا ما خارجاش، حقا مريضه النفسيه ديالها ما كتسمحش، والنفسيه مسكينه ديال كنزه اللي ما خلاتش شي واحد وما شي منبر اعلامي وما دواتش معاهم نهائيا. تي ما قادراش هي المجرمه. الحق راك دايره يزلق فيها ماشي جمل، يزلقوا فيها جمال بالسيف ما تمرقي وتضرقي كمارتك. هادشي لا اصلا عندك شي كماره الشمكاره السكيريه. المحامي حتى هو خارج، او هذيك خدمته ولكن سمح لي راك مادي القسم. او اش غتقول غدا قدام الله على السيده كتبان لك مدقدقه مشخشخه حقا شيك فيه 60000 وبزعطه. جيبوا لينا الشيكات اللي فيهم 60000، ماشي غير واحد، حقا واحد راه فيه 60000 بزعطه. حنا ما داويش على الفلوس، هو جاي يهضر لينا على الفلوس. لا سمح لي، هضر لي على النيف، هضر لي على الكسر اللي كاين في الجمجمه على الفقرات اللي مهرسين، على الضلوع اللي مهرسين، على اليد اللي مهرسه، على الجنب اللي مهرس، على السن اللي مهرس. انا ما فهمتكش كيفاش قدرتي، كيفاش عطاك نفسك انك تدافع على مجرمه بحال هكايا. كان ممكن تموت عندها، وراجلها كان كيقول ليها راه متي ندفنك، وتا واحد ما يجيب لك الخبار، وجيك تدافع على ناس بحال هادو واخا ما عرفتش شنو يكونوا غيعطيوك. اللويز وجاي تا هو وكيخرج في عينيه باز، ليلى باز، وقسما بالله لكنبوظ انا الصحفي السي يوسف، انه عرفتي حسيت بيه انه متمالك اعصابه، وعرفتي صابر صابر هو الهضره ديال السي يوسف في جيه، وهضره المحامي في جيه، عرفتي كيتلفك كيدير السماوي. لا حقا، وحنا ما عارفينش شكون اللي ضربها، وهي حقا في هذيك المده كانت خرجات وجاو كيزاوقوا ويطلبوا فيها باش تدخلها حقا، ورا تقبل. اشنو قلتوا لينا قبل حقا؟ قالوا لينا حقا راها شافره من اللي عرفوا ان مول الطاكسي شاهد وعارف ان مخرج الدريه، وكيف ما خرجت الدريه خرجت. لا علاش ملي كنتي كتعطيها تيا امها كتعطيها 30000 ريال، 30000 ريال والدريه خرجت لها ريال جوج ما عندهاش حتى باش تخلص الطاكسي عندها سوى التزاره اللي لابسه ديال الميكا. كيفاش الدريه عندها سوء التغذيه؟ حقا كانت كتمشي لتشري لها التقطيره، واش ودن كدوز بالدم خاصة التقطيره لا. وكيفاش السبيطار قال لكم ما نشدوهاش؟ وحقا والمشغله بغيتوها حقا ناري ناري، عرفتي زعما يعني محامي بقيمته تبدا داوي حشمانه صاحبي. لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم، والله زعما الله ياخذ حق كنزه، الله ياخذ حق كنزه. راه حقاش داكشي بدا كيبان ليا ما عرفتش. لا هذا المشغله ديال هذا الموكله ديالي، الحاله ديالها النفسيه، حنا كاع ما كندويو على الحاله النفسيه ديال كنزه، ديال المساعده كنزه، حقاش هما بجوج مكنزاوات. حنا كندويو السيده مشخشخه هو يكيلو لي على الحاله النفسيه. علم الله مسكينه الدريه الحال، كانت كتقول انا كنت باغا ننتحر، ما خارجه حتى هي
تبجح علينا هكا، عندها هادي وعندها جوج افريقيات، والافريقيات يخرجوا يهضر معكم بلونجلي، سيري تقودي. والله الدريات ما سمحوا لي، وحشاكم وصافي، راه القلوب طيبه والله. المحامي اليوم كيتهرب من داكشي اللي باغي هذا وهذا ولا سميتو، ولكن راه قال لي انت كنهضر معاك على اي حاجه اخرى كتهضر عادي، على الفلوس هضرتي عادي، نجيو للضرب وداكشي كتقول لي سريه البحث. وبانيا و المشغله باني. انا صراحه انا كنت باغا اشوف تي في الساعه، اشوف تي في فاطمه تشوف خيخي جراو عليها معرض السبيطار ولا داكشي، ناضت كتضرب في كلشي، ماشي كتضرب في كلشي وانما كتضرب في كنزه المساعد. سير الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق. خلينا لك الله غدا مخليه بحال هاد المسكينه، بحال هاد الدريه، هاد اليتيمه هادي اللي تعداو عليها سيدك سي يوسف. وغدا لي حقه عاد فاطمه البوينينا كاع ما حشمتي بينا، تعالوا تشوفوا قصتها اول مره. سيري تقودي تتي ولا الطبيبه حقه، علاش ما درتوش ليها النيف؟ لحقاش مستعجل ولحقاش هادي؟ سمعي الهضره ديال الاطباء شنو هو قالوا، عاد حلي فمك. يوجه الويل، يوجه الويل، تهضري لنا في الدعاره وفي الاخر الكحل، شي حاجه مقاده. احقه فتاه جميله تمارس الدعاره، طاليس كان كيعطيها 10 دراهم، 10 دقائق كان كيعطيها فيها 1500 درهم، هذا مساج. تفو على جنسه كديره، عرفتي داك شوف تي في، وهذيك فاطمه بالضبط زعما خاصة ترقد في المقاطع مكبوتة الأخرى، داوية على الاغتصاب، وهذا اغتصب هاد جايبين واحد مرة راجل حق اغتصبته مرة، ماشي مرة كل مرة مفهمتش، قناة مكبوتة تفو. حكا بنت حملت من باها، دابا في المغرب، في المغرب كامل كاين في هادشي، كاين في، دخلنا عليكم بالله، الله يلقيها لكم كحلة. المثلي فلان هما اللي شهروا دوك المثليين كاملين ديال المغرب، شوف خيخي هما اللي داروا ليهم الاشهار، حق الله العلي العظيم تولوا مشاهير، ولاو تما يديروا الاشهارات، ولاو دخلوا زبابل ديال الفلوس، ولاو عادي عندنا ان واحد مثلي وسميتو يدير اشهار ويدير سميتو. ايوا المهم منهم ولد شينويه، منهم طالوني، وزيد وزيد. تا هشام راه هما اللي شهروه، غير هشام بقى حازق مخلين كاع المواضيع، كاع المواضيع. مثلا دابا سي يوسف جاب الدري لوالديه، يعني الفضل كيرجع ليه من بعد الله سبحانه وتعالى، جاب الدري لوالديه وناض ناض ناض عدد المساعده كنزه. كاين شي داكشي ديال التفاهه ولا فاطمه البوينينا ولا كاع ما حشمتي بينا، تيتكلم بحرقه و تي ما كاينش داك الدخول الخروج في الهضره، كيقول داك الشيء اللي خاصو يتقال، ما كينسى حتى شي حاجه. دقت بره، دقت بره ما كينساش. وهذا في الحوارات ديالو، واخا ما عرفتش شحال يدير لك، واخا يدير، وهذا ما كيطولش هويا. شوف خيخي راه كيبقاو لايف، كيبقاو فيه 3 تسويع 4 تسويع، انا ما فهمتش. تفو يا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تهلاو فرصكم والى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم بزاف بزاف، والسلام عليكم.